حسين من أعضاء الأكاديمية الجوية للصحافة مجلس السادة الكرام. في البداية أقدم لكم تحية سيد رئيس المجلس الجوي لمدينة خيفا الذي يعتذر عن الحضور لأسباب قاهرة، متمنيا لكم نجاح هذه الندوة التي تعكس الشعار المؤسس الصحفي دعم أساسية للنهوض بقطاع الصحافة والإعلام وتحقيق التنمية المحلية، والتي تنظم بالشراكة بين المجلس الجهوي وأكاديمية الصحافة والإعلام بالجهة. ولا تفوتني الفرصة أن أؤكد لكم أن المجلس الجوي منذ انتخابه يسعى دائما لدعم القطاع الإعلامي بصفة عامة والمناظر الإعلامية الورقية والإلكترونية خاصة الجهوية من أمر، ويعتبر شريكا متميزا لرفع من مكانة هذا القطاع الحيوي الذي يلعب دورا هاما في المجتمع. ومن هذا المنطلق فإن المجلس الجوي دائما على تشجيع والأنشطة التي تقوم بالأكاديمية وكلها الأخرى العاملة في الميدان الإعلامي. وقد صدق المجلس خلال دورته العادية لشهر يوليو 2018 على مقرر يقتضي باقتناع أكثر ببرادة الصحافة في بني زاد التي ستكون لا محالة إضافة أساسية ومعلمة هامة للسلطة الرابعة بالجهة، والتي تشكل إن شاء الله نموذجا يقتضى به في باقي جهات المملكة. وأستغل هذه المناسبة لأشكر المنظمين على الالتفاتة الهامة المتعلقة بتكريم السيد الصديق الراشد الإعلامي والفنان شكيلي الذي قدم خدمات جليلة للقطاع الإعلامي بالجهة خلال تخلد مسؤولية الإعلام والتواصل لعشرة سنين بالولاية، فهنيئا له بهذا التكريم